وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا. مرحبا، حياكم الله. دكتور، أصدرتم بيانا يتعلق بحملة الإبادة الوحشية السورية الروسية التي يتعرض لها الشعب السوري في ريف إدلب، على الرغم من أن إدلب مشمولة باتفاق خفض التصعيد. بماذا تصفون استهداف النظام وحلفائه للمحافظة بهذا الشكل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف هذه المجزرة المستمرة منذ سنوات طويلة بحق أبناء الشعب السوري الأبرياء تجري على قدم وساق حرب إبادة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، حرب تطهير عرقي وطائفي مدعوم للأسف من قوى دولية وقوى إقليمية لها مشاريع في المنطقة على حساب أبناء الشعب السوري. وهذه المشاريع أو هذه الحرب التي تأتي اليوم أو تستمر منذ سنوات، ولا سيما أنها قد تصاعدت هذه الأيام، نجد أنها قد حصدت مئات الآلاف من الأرواح وملايين من الناس الذين شردتهم هذه الحرب من مناطقهم. للأسف المجتمع اليوم، المجتمع الدولي مشارك بهذه الجريمة التي ليس للشعب السوري فيها إلا، لم يحصد منها إلا الدمار وإلا المزيد من المآسي. نعم، هل كان النظام ليقدم على هذه الخطوة وارتكاب هذه المجازر لولا دعم الحلفاء من الروس والإيرانيين؟ يعني بالتأكيد هذه الحرب كما هي في كل الحروب المنطقة، للأسف نجد أن سكوت المجتمع الدولي له أثر كبير، ولا سيما أيضا هذا التدخل الإقليمي، ولا سيما من روسيا ومن إيران ومن الميليشيات المرتبطة بإيران التي هي الفاعل الأساسي في هذه الحرب. وما النظام السوري إلا مجرد شكل من أشكال، يعني نوع يعطي لهذه الميليشيات وهذه القوى الدولية، يعطيها الموافقة لممارسة هذه الأدوار الإجرامية على الأرض. ورأينا أو نرى أن التقارير تثبت تقول وتؤكد أن هذه المجازر التي سواء ترتكب على الأرض أو من الجو هي تتم بتنسيق كبير جدا بين هذه القوات، وتجري بصيغة ما يسمى بالأرض المحروقة، والتي تذكرنا بالعديد من المجازر التي ارتكبت أيضا في محافظات سابقة في العراق. دكتور، كما قال البيان وكما هو معروف، هذا كله يجري وسط صمت مطبق من العالم العربي والإسلامي بشكل رسمي، وحتى في منظمات إسلامية وعربية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كيف تفسرون هذا الصمت؟ لماذا يصمتون بهذا الشكل عن القتل بوحشية؟ نعم، للأسف الكثير من المؤسسات أو الحكومات العربية والإسلامية وحتى المنظمات الدولية وغيرها باتت رهينة الأنظمة السياسية والتوافقات السياسية للدول العظمى ولمشاريعها في المنطقة. وللأسف نرى أن هذه الحكومات باتت في منأى عن شعوبها وعن مصالح الشعوب. ليست هذه المجزرة الأولى ولا الحرب الأولى ولا البلد الأول الذي تجري فيه مثل هذه الحروب وهذه الإبادة، ولكن في كل هذه الحروب سواء هنا في سوريا أو في العراق من قبلها أو في اليمن وغيرها، نرى أن هذه الحكومات لا تلتفت إلى ما يعانيه هؤلاء الشعوب ولا إلى ما يقدمونه من ضحايا في هذه المجازر. فالغاية أصبحت هي قضية توافقات سياسية فقط فيما بين هذه الحكومات وهذه المنظمات، وحتى الجامعة العربية أو المنظمة الأممية وغيرها هي رهينة للمشاريع، ولا سيما مشاريع الدول العظمى التي بينها أيضا توافقات وتفاهمات وتقاسم نفوذ في هذا البلد أو ذاك. في ظل هذا السكوت المريب دكتور من العالمين العربي والإسلامي وكذلك المجتمع الدولي، ما الواجب فعله لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين الذين يقبعون تحت القصف الروسي والذين يعني هجروا تحت هذا العدوان؟ يعني لم يعد أمام المنظمات المجتمع المدني إلا أنها على الأقل تقوم بمد يد المساعدة لهؤلاء الذين هجروا ومداواة بعض الجراح، لكن هذه هي ردود أفعال وهي لا تكفي. لا بد هنالك من تحرك دولي حقيقي
لمنع هذه المجازر واستمرارها. لا بد من هنالك أن يكون موقف حاسم لدعم الشعب السوري في حقه، في حق الدفاع عن نفسه، وفي بناء دولة مدنية تتحقق له جميع حقوقه. لكن هنا اليوم نتكلم بشكل عاجل على الأقل في هذه الأيام لمواجهة هذا الخطر، هذا النزوع الكبير. نعم. هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في هذه الهجمات الوحشية. فندعو من خلال قناتكم، وقد ذكرنا ذلك في البيان، ندعو جميع من يستطيع أن يمد يد المساعدة إلى هؤلاء قدر ما يمكن. هنالك منظمات، هنالك بعض الجهات تقوم بهذا الواجب، لكنها لا تزال دون تلبية الحاجة الموجودة على الأرض. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.